يوم زينب أني زينب ظنوة حيدر الكرار جيت أشمذ الأطماع واحضن بضعة المختار لشوفت وجهك الطاهر روحش كثر والهانة وخاف انظر لعيونك واشوف العين عميانة طمنيني عن احوالك ولا تخليني حيرانة مسحي بجفك قلبي وخبريني يا يما الصار يلا اسمع زينب أني بالحجرة كنت أسمع صوت أسياط تتلوى أسمع الضرب على متونك يا زار أني بالحجرة كنت أسمع صوت أسياط تتلوى وكأني سمعتك تصيحين جنيني طاح بالقوة ولف يبكي وينادي حسين يا زينب أمنا في غشوة قومي بعجل ادركها وجيبي وياك ليها خما سوت زينب لما شافت الزهراء مرمية وبلا حجاب والحسين جاي إلى زينب قومي يا زينب ادركي أمنا فاطمة تقول أني شلت خماري عن راسي وطلعت أتبع أخوي حسين وشفت المرتضى ينحب أنا شبيدي على الضلع وبس ما لمحني أمشي بل اقناع ارتفع لونين ونادى حطي قناعك ولا تزيدين قلبي نار طالعت الزهرة بوجه زينب متروعة والأمهات إذا شافوا بنت متروعة تاخذها وتخليها على صدرها شو تقول الزهرة إلى زينب اسمع يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا بعد عمري لكن العدو الملعون بالعصر هشم صدري وعذري ماثل قبالك يا بنتي طالع وعذري من المسمار ما أقدر أسولف لك من المسمار بعد عندي وصية يا زينب احتفظيها إلى كربلاء عندك يمه يا زهرة قالت قبل ما يبرز المظلوم قبل صدره نحره لأن قلبه بالمثلث بشلعة من خرز ظهر وتالي الشمر يا زينب بيتربى على صدر ويفري من حرق باله ورجله تحفص بلوعة يا زينب سهم المثلث هو بالأصل مسماري وبخيامك بتلهب نار أصلها من حرق داري وانت خمارك جفوفك وانا من بابي خماري قيد اللي على السجاد نفسه قيد حامل جا يلا بعد بيته أسألكم الدعاء هذا وداع زينب إلى أمها
الحسن والحسين ما تودعوها لما شالها أمير المؤمنين في نعشها وأراد أن يخرج بالزهراء من الدار في ظلمة الليل. فر الحسن الحسين تعلقوا بثوب أمير المؤمنين. أبونا يا علي وين مودي أمنا؟ تظلم علينا الدار يا علي. قاموا يتعفرون عند أمير المؤمنين. قال هذه وصية أمكما فاطمة. وطلع الناعش صاح الحسن بالله يا شيال نعش الطاهرة على هونك من تسير على الثرى. ليش أبو محمد؟ قال ترى ضلوع أم الحسن متكسرة. اثنين من ضلوعها مكسورة. وانت يا أبو علي وش عندك ويا أمير المؤمنين؟ قال وصوا حيدر من ينزلها القبور لا يخليها على خدها المنصطو. والله وبيد لا يلمس ضلعها من كسور. ترى ضلوع أم الحسن مكسورة. اي ترى ضلوع أم الحسن مكسورة.